السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم 20/8/2017، هذا شارع التحلية في جدة، طبعا يعتبر من أهم الشوارع شارع التحلية. شوفوا كل بلدان العالم الرصيف هو للمشي، لمن يريد أن يمشي مثلي اليوم ودي أمشي، بروح للشغل أمشي، لكن شوفوا الشجر هذا ما أحد قصه من البلدية، كيف أمشي أنا الحين؟ يعني يمشي جنب السيارات، يعني حاجة غريبة، يعني ما تقدر تمشي من الشجر. الشجر هذا الشجر الغير طيب أيضا يسبب حساسية ومشاكل، ما أحد كلف نفسه يقصه عشان أقدر أمشي. شوفوا أنزل راسي تنزيل علشان أقدر أمشي مع الرصيف. طيب واجد الناس اللي بيمشون مع الرصيف، يمكن هذه الشجرة من سنوات طويلة ما أحد كلف نفسه يقلم ممر للمشاة، يعني حاجة غريبة صراحة. شوفوا شوف ما أقدر أمشي، أنا كنت أقطع الشارع له كذا وأجي من جانب الشجرة أطلع يعني على الطريق وواجه السيارات علشان أكمل المشي. شوف منزل راسي، وهذه الشجرة فيها مادة زيتية تبي تحك الشجر، طبعا ما نقول شيء. يلا لعل الرسالة دي تصل للبلدية.